مرحبا يا حلوين، خليني افرجيكم المحل الجميل. اليوم انا بكرواتيا بمحل اسمه دوبروفنيك، جميل جدا، الطبيعه جميله جدا، البحر جميل جدا 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 جدا، فيه اشي كتير كتير سبيشل. وحبيت اشارك معكم مسج عن البيربس اوف حياتنا. بعرف انه هذا ثيم كبير، بس عم بحسه اكثر واكثر هالايام، واللي هو دائما عندنا ضيوف. احنا شوف، هاي، شكله بده يفوت على الاوضه ياخذ بشر، بفكر في تفكير، واللي هي، وانا لاحظتها عشان بلاحظ الايام اللي بحياتي اللي بحس حالي مش كتير مبسوطه او من فعلي or activated، بيكون the opposite of هاي الشغلة، واللي هي creation. احنا انولدنا to create. هلأ بالمجتمع especially للستات كتير بيركزوا انه انتي انولدتي تكوني ام او تخلقي حياة او تكوني بتخلقي البيت، وفي حقيقة بهاي عشان that's one way to create. بس اللي اهم نتذكر هي الامبريلا الاكبر اللي هي انتي اجيتي هون عشان to create. فكتير مهم انه بنهارك وبحياتك وبشهرك وتضلك تتأملي What do I want to create؟ ايش انا بدي اخلق اليوم؟ شفتوا؟ عشان هذا السؤال حتى لو ما بتلاقي جواب له هلأ رح تلاقي اكتر inspiration، رح تلاقي اكتر passions، عشان حتى لو it means اليوم بدي ارسم او اليوم بدي اكتب شعر او بدي ابدأ الكتاب، ايش ما يكون المهم نضلك عم تفكري بهذا السؤال إنه what am I gonna create today؟ وبعدين بتصيري تستعملي عقلك تكبري الفكرة، يمكن هاي الكتابة هي كتاب، يمكن هذا البروجكت هو بروجكت كبير، بس السؤال نفسه كتير رح يساعدك تلاقي أكتر معنى بالحياة. عشان بالأيام اللي بتقعدي وما بتعملي إشي أو ما بتتعلمي إشي وما بتحركي إشي رح تحسي بفضاء، رح تحسي في إشي فاضي، في إشي ناقص، وعادة رح تلاقي الجواب، بس تحسي إيش بقدر أضيف، إيش بقدر أخلق، إيش بقدر أحط أنا my own life force، my own أفكاري، my own hands، حتى تعملي مثلا sculpture بإيدك عشان أضيف للحياة. فإذا بتسألي حالك هذا السؤال اليوم احكي لي بلو إيش الجواب اللي بيجيكي، إيش إجيتي تخلقي. وإذا أول مرة بتسألي بحياتك بحب إنه كمان تكبري beyond أنا مثلا جيت أخلق عيلة، عشان هاي شغلة كتير حلوة، بس بحبك كمان تسألي أنتي individually كشخصك كروح إيش الأشياء اللي روحك بتحب تخلقها كل يوم. علشان العيلة هي إشي كتير حلو كبير، بس كمان في تعبير بده يطلع in addition to this. فبحب إنه حتى كإنسان كست دائما أفكر أنا مش بس مرت أو بنت أو جوزة أو أم أو أخت، بس كمان أنا كمديحة إيش إجيت أعبر. وبهدول المحلات بلاقي أكتر alignment، أكتر fulfillment، يعني بحس حالي هيك مكتفية أكتر. يعني تخيلي معي أنت قاعدة يوم زهقانة مش طايقة حالك، مش طايقة وضع العالم، وحاسة هيك في فراغ كبير. فبدال ما تقعدي بهذا الفراغ وتحزني وتنزلي in this downward spiral، قررتي أنه تاخدي ورقة وقلم وبلشتي تكتبي، طلع شعر وصرتي تشاركيه مع الناس، وحسيتي في إشي من روحك لروح الناس العطل العالم. أو مثلا قعدتي وأخدتي painting ورسمة وبلشتي تلوني، ففجأة صار في جمال قدامك. وهاي من كمان السكند لاير لهاي البيربس المهمة، انه مش بس to create بس to create beauty، يعني تزيدي اشي جميل للعالم. يمكن يكون كتابة، يمكن يكون هذا، بس هو مش بالضرورة يكون فن، بيقدر يكون project، بيقدر يكون مساحة عم تخلقيها للكوميونيتي تبعتك. بس انتي بدل ما تقعدي بالفراغ عم تخلقي معنى للحياة through الخليقة نفسها. مرات بيكون مش من محل كمان فراغ، يعني مرات بنكون زقانين ومن هذا المحل حلو نحرك الطاقة بالكريشن. مرات بتكوني بستيت اوف انسبريشن، يعني أنا بس أسافر بس أكون بهيك محلات عند البحر عند الطبيعة بحس نفسي أخلق إشي، كتاب، كورس، صورة، بروجكت. ف both ends whether انتي بيوم مش حلو او بيوم كتير حلو، اتذكري انه الكرييشن رح تساعدك تحركي الطاقة وتقدمي اشي للعالم من روحك لروح العالم، وبهاي الطريقة رح تعملي العالم اجمل وارقى واغنى. فحبيت امرق لكم هاي المسج واسألكم انتو what did you come here to create. leave the message below.
سبسكرايب تو ذا شانل عشان اشوفكم الاسبوع الجاي من المحل الجاي رايحين عليه اللي حيكون كتير كتير حلو. جهزوا حالكم. واذا حبيتوا تعمقوا بهذول الاسئله الكبيره عن الحياه، عن الفيمينين انرجي، عن الحياه اللي فيها اكثر تكامل، then check the link below. عندي إشي اسمه الانر سيركل، بنتلاقى كل شهر وبنتحدث عن هذول المواضيع الكبار وميك شور انه يضلوا براكتيكال للحياه، يعني تفيدك للحياه. وبس تسجلي اول شهرين عندك 50% اوف وعندك اكسس لكل كول عملناه لهلا، يمكن 17 او 18 كول. فعن جد استثمار حلو. فاذا بتحبي شوفي اللينك بلو، وبشوفك الاسبوع الجاي من المحل الجاي. وتذكري انه اليوم اجيتي هون عشان تخلقي شيء لهالوقت.